بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية بنرحب قناة عمون الإخبارية على يعني إتاحة الفرصة لنا نظهر دور إدارة الدوريات الخارجية فيما نقوم فيه خلال شهر رمضان الفضيل من يعني إجراءات مرورية رقابية وأيضا من إجراءات يعني إنسانية، تقديم خدمات إنسانية لإخواننا مستخدمي الطريق. طبعا إدارة الدوريات الخارجية دابت يعني من خلال مديرية الأمن العام يعني بالتنسيق مع مديرية الأمن العام والإدارات المرورية الأخرى على يعني وضع برامج مستقلة في شهر رمضان المبارك، سواء برامج الرقابية التي تتعلق بسلامة إخواننا مستخدمي الطريق وأيضا برامج يعني إنسانية. نعرف فضيلة هذا الشهر يعني هنالك بعض الإجراءات تقوم بها إدارة الدوريات الخارجية من تأمين وجبات إفطار يعني خاصة بالسائقين اللي ما بيلحقوا وجبة الإفطار في منازلهم، حتى لا سمح الله ما يكون هناك في توتر أثناء قيادتهم لسياراتهم. هاي المحطات منتشرة على كافة جغرافيا المملكة الأردنية الهاشمية. طبعا من خلال هذه المحطات نقوم بتقديم وجبات الإفطار للسائقين زي ما حكينا اللي ما بتمكنوا من يعني انه يلحق يفطر في منزله. طبعا احنا من خلال هذا البرنامج السنوي الدوري بنتامل انه يعني يكون العلاقه التشاركيه ما بيننا وما بين مستخدمي الطريق علاقه تكامليه، يعني احنا اولا واخيرا دائما نهدف الى حمايه اخواننا مستخدمي الطريق من لا سمح الله الحوادث والحد منها قدر الامكان من خلال هذه الاجراءات. طبعا وجبات الافطار هاي اللي تقوم بها إدارة الدوريات الخارجية منتشرة في معظم مناطق المملكة الأردنية الهاشمية، يعني سواء في مناطق الشرق أو الجنوب أو الوسط، يعني في مناطق مختارة في بعض المناطق يعني حدودية بعض المسافرين التي لا يستطيعون الوصول إلى مركز الحدود أو الوصول إلى منزله خلال سفره، هنالك مناطق مخصصة من قبل إدارة الدوريات الخارجية لتقديم هذه الوجبات. يعني احنا الأول والأخير احنا بندرك مسؤوليتنا المجتمعية تجاه إخواننا المواطنين، بنحاول نقدم قدر المستطاع اللي دائما يفعل هالعلاقة التكاملية ما بيننا وما بين مستخدمي الطريق بما يصل إلى بر الأمان باستمرار. والله يعطيكم العافية. Allah